اهلا بكم مشاهدينا، ومره اخيره وحوارنا الاخير في هذا الصباح هنتكلم فيه عن موجه الامطار الغزيره والسيول التي اجتاحت بعض محافظات مصر وتحديدا محافظه البحر الاحمر ومدينه راس غارب والغردقه. التغيرات المناخيه وكيف يمكن تجنب مخاطرها بعد تعرض محافظه البحر الاحمر وتحديدا مدينه راس غارب لكميات كبيره وغير مسبوقه من الامطار بلغت نحو 120 مليون متر مربع. اجتمع رئيس مجلس الوزراء امس بالقيادات التنفيذيه في محافظه البحر الاحمر، وده كان بحضور وزراء التنمية المحلية والنقل والري ومحافظ البحر الأحمر. رئيس الوزراء أعلن خلال هذا الاجتماع أن رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي وجه بتخصيص مبلغ 50 مليون جنيه للمتضررين جراء هذه السيول، وأيضا 50 مليون جنيه لإعادة البنية التحتية الأساسية بشكل عاجل في المناطق المتضررة من السيول. هيحدثنا بشكل أكثر تفصيلا السيد قدري أبو حسن، محافظ حلوان السابق وخبير الإدارة والتنمية المحلية. أستاذ قدري أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. أبو حسين. أبو حسين أهلا بحضرتك وشرفتنا في قناة النيل الأخضر. يا هلا، أهلا وسهلا، مرحبا. خلينا قبل ما نتكلم بشكل أكثر على كيف يمكن تجنب مخاطر السيول نشاهد مع حضرتك هذا التقرير ومع سادة المشاهدين ونعود نبدأ بالحوار. شكرا. ضحايا ومصابون جراء موجة من السيول والطقس السيء ضربت عدة محافظات خلال الأيام الماضية، ما استلزم رفع حالة الطوارئ على مستوى الحكومة والمحافظات المتضررة، حيث أعلن رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل أن رئيس السيسي وجه بتخصيص مبلغ 50 مليون جنيه كتعويضات لمتضرري السيول، بالإضافة إلى 50 مليون جنيه أخرى لاستعادة كفاءة البنية الأساسية بشكل عاجل بالمناطق المتضررة، مضيفا أن محافظ البحر الأحمر شكل لجنة لحصر الخسائر سواء بالنسبة للمحال التجارية أو الأسواق أو بالنسبة للمواطنين. من جانبه أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي أن الوزارة قامت بتنفيذ 9 سدود إعاقة بمدينتي سفاجة والقصير لحماية العديد من النقاط الاستراتيجية بالمنطقة وفي مقدمتها ميناء سفاجة من مخاطر السيول، لافتا إلى أن أحد أهم الأسباب التي أدت إلى التبعات التي حدثت جراء السيول في رأس غارب هي أن الأرض كانت مشبعة بزيوت ما أفقدها القدرة على امتصاص كميات الأمطار، الأمر الذي زاد من تأثير السيول بالمنطقة. التنسيق والتعاون بين كافة الوزارات المعنية في مواجهة مخاطر السيول على مستوى الجمهورية تحمل أهمية قصوى بالتوازي مع المضي قدما في تنفيذ خطط تستهدف كافة المحافظات المعرضة لأخطار السيول خلال الفترة القادمة وإعطاء الأولوية للمدن الأكثر تضررا. أهلا بكم مرة أخرى بعد مشاهدة هذا التقرير. نبدأ حوارنا مع الأستاذ قدري أبو حسين، محافظ حلوان الأسبق وخبير الإدارة والتنمية المحلية. أستاذ قدري، بصفة حضرتك خبير في المحليات، إيه هي الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة السيول؟ وطبعا الأمر المتعلق بالسيول بتشارك فيه كثير من الأجهزة المحلية والمركزية، لكن في النهاية وفي البداية المحافظة هي المسؤولة الأول والأخير عن مجمل ما يترتب على السيول عند حدوثها وتوابع حدوثها. في مخرات للسيول متعارف عليها محددها وزارة الري، لابد أن هذه المخرات يتم تطهيرها. في عبارات للمية سبق تنفيذها الاطمئنان أنها سليمة وجيدة وعلى مستوى تصنيعي جيد يتناسب مع احتمالات السيول.
في كثير من الإجراءات ممكن للمحليات وللمركزيات إنها تعد نفسها لهذا الأمر. الحقيقة يعني إحنا أحد عاداتنا الغير طيبة إن إحنا بننفعل بالحدث خلال حدوثه وبعض الوقت بعد حدوثه، ثم تفطر همتنا في التعامل مع هذا الأمر. والأمر ده واضح تماما في السيول، بننفعل عند حدوث سيول، عند حدوث كارثة، وتتداعى القرارات وتتداعى الإجراءات والمقترحات والخطط والبرامج، لكن بتهمد حميتنا وحماسنا بعد هذا الأمر، رغم أن احنا نعلم يقينا أن هناك موسم للسيول بيبدأ اعتبارا من شهر 11 وما بعدها خلال فترة معينة. مخرجات السيول كما ذكرت لحضرتك معروفة، قد لا يتكرر السيل في نفس المخر نفسه، أحيانا بنهتم تماما بالمخرات التي حدث فيها السيل الذي أثر وترك كارثة ما، وقد لا نتنبه إلى مخرات السيول الأخرى المحتمل أنها يحدث منها سيل. مسألة أن أنا أنظر إلى الأمر من خلال بانوراما كاملة، لا أركز اهتمامي على مخر سيل حدث في سيل أو حدث العام الماضي، لأنه بالطبيعة السيل بيحدث نتيجة كمية مطر كثيفة للغاية بتتجمع أعلى ثم تفيض، بتنزل بقوة دفع إلى منطقة أدنى منها، وهنا يحدث الخراب والإهدار وما إليه. الحقيقة نحن نستطيع أن احنا نبذل جهد أكثر ولا نجعل هذه السيول مضرة، بل بالعكس نقدر نتحرك منها. أبعد من ذلك لتكون السيول دي كلها كمية المياه قابلة للتخزين يستفاد بها في الزراعة مستقبلا. طيب أستاذ قدري، بالنسبة لمدينة رأس غارب اللي تعرضت لكميات غزيرة من الأمطار وأدت في الآخر لسيول شديدة، حضرتك شفت يعني إزاي كنا نقدر نتفادى هذه السيول ونقدر نستفيد منها؟ زي ما قلت لحضرتك، مخرات السيول المحتمل أن يحدث فيها متعارف عليها، ويستطيع أي مسؤول من خلال وزارة الري أو من خلال الإدارة المحلية بصفة عامة أنه يحدد نقاط المخرات المحتمل أن يحدث منها سيول. المدينة دي كان من سوء الحظ أنها على مستويين في المساكن، مستوى أعلى ومستوى أدنى. بالطبع أن المياه تجمعت وبكميات ضخمة جدا بحكم أن الأمطار كانت غزيرة للغاية في الجزء الأدنى، وبالتالي كانت تمثل مشكلة خطورة ضخمة وخطورة. وتضرر منها الأهالي وما زالوا يتضرروا. صحيح فيه انفعال، في حركة، في محاولة لتدارك نتائج السيول، لكن حصل بالفعل. هل المباني اللي موجودة في المستوى الأدنى اللي حضرتك ذكرته موجودة في أماكن مخرات السيول؟ نعم. المساكن اللي في المستوى الأدنى في مدينة رأس غارب هل موجودة في أماكن مخرات السيول؟ شوفي حضرتك، المفترض ألا تقام أي مباني أو إنشاءات في الأماكن بالضبط، وهنا مسؤولية المحليات ولا شك. أيضا المجرى بتاع مخر السيل لابد أن يكون نظيفا تماما، لا توجد فيه إطلاقا أي عوائق، لأن أي عوائق هتفقده الفايدة منه، بل بالعكس هترتب عليه أضرار. أنا أعتقد ما حدث في رأس غارب يعني مسألة تجاوزت الاحتمالات المنظورة، لأن كمية المطر كانت أكبر مما كان يتوقعه أي أحد دارس أو قريب من هذا الأمر، وبالتالي كانت نتائجها وخطورتها أكثر. رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل أعلن أن رئيس عبد الفتاح السيسي خصص مبلغ 50 مليون جنيه للمتضررين جراء هذه السيول، وأيضا 50 مليون جنيه لإعادة البنية الأساسية لما خلفته السيول، يعني إعادة البنية الأساسية في المناطق بشكل عاجل المتضررة. زي حضرتك شايف أهم الإجراءات اللي يمكن اتخاذها من أجل تجهيز البنية الأساسية في هذه المناطق؟ السيول أثناء حدوثها وقبل حدوثها محتاجة معالجة. الأمر الآخر اللي هو بعد حدوثها ونتائجها وأثرها. أيوة. لا يقل أهمية الجزء الثاني عن الجزء الأول، الاثنين على نفس القدر من الأهمية، الاستعداد للمواجهة ثم التعامل مع الآثار المترتبة.
أنا شايف إن الحقيقة يعني سيادة الرئيس أحسن صنعا في اعتماد هذا المبلغ لإعادة البنية الأساسية للمناطق المضارة وتعويض الأهالي. والحقيقة يعني الروتين أحيانا بيضيع ميزة هذه الأمور بحيث بتستغرق وقت أكبر. نعم. إنما النهاردة المضار اللي أساس بيته تلف، اللي فقد مواشيه، اللي فقد زراعاته، بالفعل محتاج وسريعا جدا نعوضه بشكل أو بآخر. أنا شايف الحقيقة اعتماد 50 مليون من سيادة الرئيس للتعويض والبنية الأساسية جاء في وقته تماما، وبأمل أن تترجم يعني هذه القرارات إلى على أرض الواقع بالفعل. يعني المواطنين المضارين لابد أن يحصلوا على تعويض، البنية الأساسية اللي تضررت لابد أن نشرع في إعادة بنائها. وأنا بعتبر أن الشق الثاني من قضية السيول وهي التعامل مع أثارها شيء بالغ الأهمية. وإحنا كان لنا الحقيقة يعني على المستوى الشخصي تجربة في محافظة أسيوط، كان حدث فيها سيول وهي أخطر سيل حدث في تاريخ مصر. يعني تم التعامل معه بشكل جيد للغاية، بأمانة شديدة المحليات قامت بدور، وأنا يعني مش متحيز في هذا الأمر، يستطيع أي واحد أن يستوثق من هذا الأمر. أدارت الأزمة كأحسن ما تكون الإدارة وتدبرت أمورها على المستوى المحلي. احنا النهاردة شايفين أمر مختلف، شايفين سيد رئيس الدولة مهتم اهتمام بالغ ويعتمد اعتمادات مالية ضخمة لدعم المحاولات القائمة لتلافي الآثار. سيد رئيس الوزراء ينتقل بشخصه، اجتماع هام في مجلس الوزراء بالسيد رئيس الوزراء في الفترة اللي أنا بحكي لحضرتك عليها سنة 94 تصدت المحافظة كعملية محلية بحتة. كان اللي تعرضوا للوفاة في قرية واحدة بس اللي هي قرية درونكا 575 بني آدم احترقوا وغرقوا في لحظات. يعني كان مسألة بالغة الخطورة نتيجة السيول الشديدة. القرية تقريبا السيل، لأنه الحقيقة حدث إن ممر السيل أهدر وهد تنكات بنزين كثيرة جدا في مساره، حصل شرج كهرباء، اشتعلت الوقود أعلى المياه، لدرجة بعض الناجين وهم قلة كان يتحدث عن أنه تصور أن هذا هو يوم الحشر. المهم يعني وتم تدارك وأعيدت بناء كثير من القرى و لكن يعني أنا الحقيقة بحس بالغبطة الشديدة أنه سيد الرئيس والحكومة انفعلوا كأروع ما يكون الانفعال بهذا الحدث، والحرص على تدارك مسالب ومساوئ وتوابع السيول. سيد رئيس الوزراء شريف إسماعيل وجه محافظ الري بالاستعانة ببعض المتخصصين من الجامعات لإجراء بعض الدراسات والأبحاث عن مواجهة الأمطار والسيول، وأيضا بحث الأسباب أو إزاي نقدر السبل اللازمة للتقليل من المخاطر اللي ممكن نتعرض ليها في أي محافظة من الأمطار والسيول الغزيرة. حضرتك شايف الدراسات دي، أهم هذه الدراسات ممكن تكون إيه؟ يعني دون ما تجاوز في الحديث، الموضوع بأمانة شديدة، وأنا كنت قريب من أحداث السيول كمسؤول، كنائب محافظ، كمحافظ، كسكرتير عام في المواقع اللي كنت فيها. لا، الدراسات موجودة والمقترحات موجودة والسبل والوسائل مطروحة. يعني بقى علينا أن نترجم الدراسات المتاحة إلى واقع بالفعل، ولا بأس أن احنا نستزيد من الدراسة. استزادة من الدراسة شيء جيد للغاية، لكن ما احناش محتاجين اليوم واللحظة دراسات جديدة على السيول والتعامل معها. احنا ممكن ندرس كيفية الاستفادة من السيول، سبقتنا دول في المشرق العربي وبدأت تستفيد من السيول استفادة جيدة للغاية. كمية السيول اللي حدثت والمياه المترتبة عليها تمثل رقم ضخم جدا. لو رتبنا أمورنا وعددنا دراساتنا للاستفادة من هذه المياه عملنا شيء جيد للغاية، خصوصا أنه السيول بتأتي يا من الهضبة الشرقية يا من الهضبة الغربية على الوادي. طيب لو كلمنا عن دور المحافظات في مواجهة تلك الأزمات، يعني حضرتك شايف إيه هي التجهيزات والمعدات المطلوبة أن هي تكون متوفرة
في المحافظات لمواجهة هذه الأزمات؟ يعني أنا بقيس الأمر ده على تجربة 94. هناك تجهيزات معتادة في المحافظات تتعامل مع الحدث العادي، إنما الأحداث الجسيمة مثل السيول اللي بتحدث خلال هذه الأيام أو اللي تحدث من قبل لابد أن تتعاون كافة الأجهزة في هذا الأمر. يعني لا يمكن إطلاقا أن المحافظات تتحمل تكلفة أنها تعد أعداد كبيرة من عربيات الكسح والجرادرات واللوادر وغيره وغيره وغيره، لكن عندها القدر اللي يمكنها أنها تتعامل مع الظاهرة المحتملة والمتوقعة، ويكون في ترتيب للاستفادة من الإمكانات المحافظات اللي ما حدث فيها سيول. وأعتقد يعني هذا في الإمكان، مش يعني ليس شيء بعيد، والتنسيق سهل فيه. المحافظات يعني بحكم التجربة أيضا وأنا دقيق في هذا تستطيع أن تتصدى لمشكلة السيول، وأنا بقول إن ما حدث في السيول هذا العام لا يمثل يعني أي قدر محسوس من سيول 94، وأقول بملء الفم أن المحافظات أدت دور أكثر من رائع في التعامل مع السيول مدعومة بالأجهزة والوزارات المركزية، لكن هي التي تصدت بإمكانياتها واستطاعت. يبقى في البداية وفي النهاية إرادة القائمين على العمل، أخذ الأمور بجدية، في قناعة بالعمل الطوعي، العمل الكل يؤدى من خلال منظومة. فلتتخيل حضرتك أنه يحترق ويغرق 575 واحد وهم 600 على مستوى أسيوط في 94 و 39 قرية مضارب بشكل أو بآخر، ومع ذلك تدار المسألة بشكل جيد بالإمكانيات المتاحة معززة بالإمكانيات يعني المركزية. هل حضرتك شايف أن إحنا محتاجين سرعة التعامل مع تحديث مخرات السيول من أجل مواجهة هذه المخاطر اللي ممكن تتعرض ليها؟ يعني 14 محافظة في مصر معرضة للسيول سنويا، وفيها حوالي 692 مقر للسيول. هل هناك أهمية لسرعة التعامل مع تحديث هذه المخرات؟ شوفي، المخرات السيول لابد أن تكون جاهزة تماما، وهذه مهمة مستمرة، مش مهمة لحظة ولا مهمة حماس مناسبة. يجب على الأجهزة كلها وفي مقدمتها المحليات أن تتأكد وتطمئن أن مخرات السيول سليمة 100%، معابرها مضبوطة، كل تجهيزاتها بشكل قوي ومتين ويستوعب. لا شك أنه هذه مهمة لا نستطيع أن نتحلل منها، وعلى الجميع أن يؤديها وعلى المحليات أن تتحمل مسؤوليتها. الأمر الحقيقة اللي لفت نظري أن احنا محتاجين نعيد النظر في تكوينات الطرق. يعني الخطير جدا في أحداث السيول أن يقطع طريق، قطع طريق يعني ليست لدي إمكانية النجدة والتعامل مع المضارين و عايزين نعيد النظر في مواصفات الطرق الصحراوية اللي محتمل أن يحدث عليها شيء معين، علشان ما يكونش في حوادث واهدار للارواح زي ما شفنا بالظبط. نعم. احنا في نهايه حوارنا مع حضرتك نشكرك الاستاذ قدري ابو حسين محافظ حلوان السابق وايضا خبير الاداره والتنميه المحليه، نشكر حضرتك وشرفتنا في قناه النيل. انا بشكرك الحقيقه، وبقدم تعزيه لاسر الضحايا، وبدعو للمصابين بعاجل الشفاء، وبدعو ان احنا نوفق جميعا في إزالة أي مصاعب أو متاعب يتعرض لها أي مواطن مصر في أي مكان إن شاء الله. شكرا ليك يا فندم. شكرا. مشاهدينا الكرام، انتهى حوارنا وانتهى معاه برنامجنا هذا الصباح لهذا اليوم. غدا إن شاء الله فريق عمل جديد، إلى اللقاء.